مجددا تعود المواجهة إلى تعز وتحديدا في ريف المحافظة، حيث تشهد العديد من المناطق مواجهات محتدمة بين قوات الجيش الوطني من جهة والميليشيا من جهة أخرى. معارك الساعات الأخيرة أظهرت تمكن قوات الجيش الوطني في مديرية الصلو من إحباط محاولتي تسلل للميليشيا على مواقع الجيش في الضعة والصيرتين بالمديرية، ما دفع الميليشيا لشن قصف مدفعي على القرى السكنية في المديرية وفق ما أكده مصدر في قيادة اللواء 35 مدرع. منطقة المفاليس التابعة لمديرية حيفان شهدت هي الأخرى قصفا عشوائيا من قبل الميليشيا على منازل المواطنين في المنطقة دون أن يسفر القصف عن سقوط ضحايا. وشهدت منطقة الصيارة التابعة لعزلة الصلو مقتل 8 من عناصر الميليشيا وجرح آخرين بعد انفجار عبوة ناسفة كانوا ينون زراعتها في محاولة لوقف تقدم قوات الجيش. وتعمد الميليشيا إلى تكثيف هجماتها على مناطق عديدة في المحافظة مستخدمة كافة أنواع الأسلحة في محاولة لاستعادة السيطرة على مناطق خسرتها خلال الأسابيع الماضية.